اهلا بحضراتكم من جديد، والتغطيه ما زالت مستمره لانتخاب مجلس اداره النادي الاهلي خلال الفتره القادمه 4 سنوات. ان شاء الله مجلس اداره يكمل المسيره خلال الفتره القادمه ويقود سفينه النادي الاهلي، يعني امال وطموحات الجماهير العريضه في كل مكان اللي بتتمنى دايما النادي الاهلي يكون رقم واحد في كل المجالات. في هذه اللحظات يسعدني ان ارحب بالتاكيد بالكاتب الصحفي الكبير واستاذنا الاستاذ محمود صبري الناقد الرياضي. استاذ محمود، منور الدنيا وسعيد بوجودي معاك في هذا اليوم التاريخي والحدث الاستثنائي، انتخابات مجلس اداره النادي الاهلي. انا اللي سعيد ان انا اكون معاك، واشكرك على الكلام الجميل ده، وان شاء الله تكون فقره يعني خفيفه باذن الله تعالى. باذن الله ان شاء الله. طيب، واحنا بنتكلم على انتخابات النادي الاهلي بنتكلم على التاريخ، لان دايما النادي الاهلي عرقته وتاريخه بتظهر من المواقف الصعبه. طبعا المواقف الصعبه بيبقى جزء منها يوم انتخاب مجلس اداره. خلال السنوات السابقه وتوالي اختيارات مجلس الاداره خلال الفترات الاخيره، دايما بنحس ان الناس بتبقى حريصه، سواء المرشح او حتى عضو الجمعيه العموميه او حتى المشجع اللي مالوش صوت، ان يحط مبدا اساسي: كلنا بنتسابق عشان مصلحه النادي الاهلي. طبعا هو ده الهدف. والنهارده عيد اسره الاهلي الكبيره، يعني تلاقي الناس ما شوفش بعض على مدار فترات كبيره جدا، ففرصه انه النهارده بيبقى لقاء مهم جدا، حتى لو اتقابلوا 5 دقائق و10 دقائق بيعرفوا يتكلموا وياخدوا راي بعض. حدث مهم، اختيار مجلس اداره جديد بطموحات كبيره جدا مهمه جدا في السنوات الاربعه، نقله جديده بيستعد ليها النادي الاهلي في المرحله اللي جايه، سواء على كافه الاصعده، مش على كافه الانشطه الرياضيه يعني الفرق وكده، لكن على المستوى كمان الاداري وعلى المستوى الاستثماري هيبقى في حاجات كتيره جدا. يعني دايما الاهلي او ادارات الاهلي المختلفه على مدار السنين بيبقى قليله الكلام، العمل هو اللي بيحكمها وهي اللي بتقدم. دايما لما كنت بتسال كابتن صالح رحمه الله عليه برنامج العمل بتاعي، يقول لك اللي بيسالني على البرنامج ما ينتخبنيش، انت تسالني بعد 4 سنين انا عملت ايه وايه اللي اتحقق على مدار الفتره. بتسال الكابتن حسن حمدي ربنا يديه الصحه، كان يقول لك ايه، حدش يسالني على برنامج، اسالني على اللي هيتم خلال الفتره اللي من. حتى بعد كده مهندس محمود طاهر والكابتن محمود الخطيب على مدار 4 سنوات اللي فاتوا و4 سنوات جايين محملين بكثير من الامال لتحقيق خطوه مهمه جدا. النهارده عيله الاهلي بتختار المجلس الاداره اللي هيمثلها وهيكون هو العنوان بتاعها في حل المشاكل اللي بتواجههم سواء على كافه الاصعده. اعتقد النهارده انه الامور ماشيه بطريقه هذه، هي دي دايما انتخابات الاهلي محكومه، حتى لو حدث نوع من الخروج او حتى عن السطر مش عن الصف زي ما بقول، بتبقى حاجات فرديه ونشاز سريعا بتختفي ما بلهاش وجود، بتلفظ دائما خارج النادي على طول. خلاص احنا يمكن الوقت خلاص يعني في اللحظات الاخيره، خلاص اللحظات الاخيره خلاص، يمكن يعني 7:30 هيتم اغلاق الباب للتصويت، وبعد كده هيبدا عمليه الانعقاد الجمعيه العموميه اللي بتطلب حضور نصف عدد الذين قاموا بإدلاء باصواتهم، بعد كده يبدا عمليه الفرز ان شاء الله باذن الله تعالى. اكيد. طيب، برضه عشان نوضح لكل الساده المشاهدين، النهارده عشان العمليه الانتخابيه تسير كما يرام طبقا للائحه النظام الاساسي في النادي الاهلي، 10% من عدد اعضاء الجمعيه العموميه او 5000 ايهما اقل، وطالما ال 5000 ايهما اقل هي النهارده اللي كانوا موجودين وشاركوا في العمليه الانتخابيه، تبدا اجراءات العمليه الانتخابيه ويتم فرز بقى الاصوات ونبدا نشوف العمليه الانتخابيه والصندوق اصفر عن ايه. لكن استاذ محمود، قبل ما نروح للجزئيه دي، المفروض في اعتماد للميزانيه، يعني مثلا الساعه دلوقتي 7:30، المفروض الباب هيغلق 7:30، من بعد 7:30 عشان المشاهد اللي بيتفرج معانا وبيتابعنا، ايه اللي هيحصل من بعد 7:30 لغايه لما تعلن النتيجه؟ هنا خلاص بيعلن رسميا يعني المستشار رئيس اللجنه خلاص انه خلاص الدائره اللي موجود فيها السنه دي الناس الموجوده هتدلي باصواتهم وانتهت العمليه الانتخابيه. بعد كده يتوجه الاعضاء الى المقر اللي تم تحديده لمناقشه الميزانيه من خلال الجمعيه العموميه، بس طبعا ده يتطلب عشان تناقش الميزانيه ان حضور نصف الاعضاء الذين حضروا، يعني لازم يبقى نص الاعضاء اللي ادوا باصواتهم يكونوا موجودين اصلا داخل المقر اللي تم تحديده. لما يتواجدوا هنا بيبقى في مناقشه الميزانيه وكده، لكن لما تواجدوش كده يعتبر الجمعيه فوضت مجلس الاداره لاعتماد الميزانيه والحساب الختامي وارسالها ورجال الاداريه والكلام اللي احنا يعني في اوراق كتير بتتقال فيه في وده تاخدها باعتبارات دي ثقه من الناس في مجلس الاداره، او انه ودي هي الاغلب على مدار يعني تاريخ النادي الكبير جدا. دايما جمعية العموميه كان حتى في نقاشات كابتن صالح رحمه الله كان بيطالب الجمعيه العموميه حضر،
وكان هناك جمعية عمومية شهيرة سنة 98، أخذت فترة وكانت بداية الأهلي كان عامل حمام السباحة الأولمبي بتاعه في مدينة نصر، وحبت الإدارة عشان التكلفة الكبيرة جدا هي تفرض بعد الرسوم، وحصل شد واكتملت الجمعية، وحصل نقاش حاد جدا احتدت فيه الأمور. الاحتداد كان في يعني كان في سوء تفاهم في يعني البعض ما فهمش الهدف، لكن استطاعت يعني استطاع الكابتن حسن حمدي وقتها بالخبره بقى وخبره السنين ومجلس الاداره وكابتن صالح استطاعوا ان هم يوصلوا ايه هم المطلوب من اعضاء الجمعيه العموميه، وهم اعضاء الجمعيه طالبين من ايه؟ من مجلس الاداره. كان الخلاف على نرفع سعر الـ يعني الاشتراك بتاع حمام السباحه ولا نقلله ولا نزود، لكن عاوز اقول لك ايه؟ ورغم كل النقاش ده الجمعيه انتهت بهدوء وتحقق اللي هو كان فيه هدفه الاساسي هو ايه؟ هو مصلحه النادي الاهلي. هو ده الخلاف دايما بيدور حول ايه؟ من يسعى لتحقيق الافضل لمصلحه النادي الاهلي. مفيش الجانب الشخصي مش موجود على الاطلاق في المساله، لانه في الاخر في حساب وفي ناس متابعه وشايفه، ولو انت خرجت عن الصف سهل جدا يبقى في موقف معاك ما بتكملش في الطريق ده. الطريق ده بيبقى دايما التعبير اللي تم اطلاقه بدايه البعض انه الاهلي فوق جميع، يا جماعه الاهلي فوق جميع، ده الاهلي فوق اعضائه رغباتهم طموحاتهم هو رقم واحد بالنسبه له. وشوف النهارده، شوف الناس كانت في المجلس اللي فات النهارده واقفه مع زمايلهم اللي هم ممكن اقول لك خد مكاني لكن انا واقف معاه، لان هنا بتحكمني مصلحتي، وده الانسان الصح. طالما تكلمت وتحدثت وتربيت في هذا النادي وعشقت مبادئه زي ما بتقول، عليك انك انت تطبق الكلام ده، يكون تطبيق العملي. الحب والكلام عن المبادئ والكلام ده ما بيكونش كلام، بيكون فعل في وقت صعب تحط فيه في اختبار، يا اما يا اما تاخد موقف السير على نفس النهج، يا اما تخرج من هذا الصف. فانا عاوز اقول لك جمعيات عموميه الاهلي على مدار 30 سنه او 35 مليئه بالاسرار، مليئه بالحكايات، عنوانها الاساسي هو حب الاهلي رقم واحد ومصلحته.